السلام عليكم، كيف نسوما؟ كنتمنى تكونوا بخير اليوم. السلام عليكم، كيف نسوما؟ كنتمنى تكونوا بخير. فيديو جديده اليوم في علي. المهم غادي نشارك معكم الجديد اللي جابوا هذا الاسبوع هذا ان شاء الله يربي. اول حاجه بنت هنايا غنشاركها معكم هما الكاحات اللي حمقوني بزاف صراحه بالروايد. المهم انا عندي وحده بحال هذه، ولكن هادو فيهم ثلاثه، فيهم ثلاثة كاينة واحدة صغيرة موسطة، لا فيهم أربعة، هنا فيهم مكتوبة أربعة خويكو، أربعة ديال البياسات هنايا تحب لي ثلاثة، كاينة في الشيبي وكاينة في هذا اللون هذا، كتعمل 25 الأورو. حمقوني أنا هادو، بعدا كنت تقدر تجمع فيهم الحوايج يعني قشا وجوج العواول، بزاف بزاف ديال الحاجات كيصلحو، وحتى بنادم اللي كان يرحل كيصلحو في بنادم اللي كان يرحل وغيبدل الدار فكيصلحو. جمع فيهم القشع ديالكم. غادي ندوز من هنا. اول حاجه نشوف هاد التخفيضات اللي عاملين هنايا بالنسبه للحويجات، فباقي حاطين شي حوايج ديال التخفيضات، يعني باقي بحال دابا مثلا هنايا هادو ديال العواول بيجامه حتى هي 100 الاورو، باقي شي بياسات عاملين لهم التخفيضات، كانوا عاملين لهم اورو 3 اورو 4 اورو. هنايا حتى هادو في التخفيضات كما كتشوفوا، هادو حتى هما مزيونين، هادو بالنسبه عاملين 3 ديال الاورو، والجوج لا كنظن وحده وحده، هادو تقدروا تعملوهم في الحمام، اغلبيه في الدوتشا، اغلبيه كيجيو مدونين في الدوتشا. بالنسبه لحتى لهادو في التخفيضات حق الثمن ما فيهمش، يعني مزولين لهم الاثمنه. المهم هادشي اللي كاين هنايا بالنسبه للتخفيضات. غادي ممثل العاب العيال الصغارين تما مخفضين لهم، عندنا جهه اخرى جهه اللينيه اللي كيجيبوا فيها الجديد، هذه هنايا كيحطوا فيها غير الحوايج اللي مخفضين، تقدروا مثلا تجبروا بياسات هيدا مزيونين. جديد البنات كاينين هاد المانطات هادو اللي جابوهم 8 ديال الاورو، جابو مانطات. نشوف هادي اللي ديال هادي كيعملوها الفومبرا ديال نيبيرا، هادو غزالين هادو البنات، فيهم جوج كتعملهم في النيبيره باش كيصفوا، يعني لا تقطرت شي حاجه ومثلا شي حاجه بغات فواكه ولا الخضره بداو كيخسروا، فكيحميو النيبيره من الوساخ. وشو شحال باقي عندهم بزاف، يلا عاد جابوهم اليوم. هذه هنايا كولتشا، هذه شفتهم كيديو منها بزاف، كتجي عندها السنسله هيا باش العيون ما كيتعراوش، كتجي سنسله هنايا بنيتات الذكوره. هذه يعني طاروا بهم 30 ديال الاورو، هادو الصابانات 20 الاورو، هادو كوادروس 8 ديال الاورو، فيهم اشكالات يجيو مزيانين، وهادو كيمشيو معاهم حطوا معاهم. هذه كتجي محشيه في الكامه، اغلبيه كيعملوا فيها مثلا ماندو ولا فونيس، ديك الشيء ديال التخربيقات هيدا اللي كنحتاجهم باش ما كيضيعوش. وهذه كتقدروا كتجي بحال الطابله اولا كوخين ديال سوبورتي، تقدروا كينزلوا فيها حتى الماكله بورطاتيل، تقدروا تعملوا فيها وكيعملوا فيها بي سي ولا يعني بزاف ديال الحاجات. 13 الاور، هادي باسكولا. غنمشي دابا من جهه اخرى، هادو بالنسبه ل اش كيعملوا فيها التليفون، هادي كيلصقوا فيها التليفون، ما عرف كيفاش كتجي شحال كتعمل، ما عندهاش الثمن ديالها هنا،
ما عنديش الثمن ديالها هنايا. فكيفاش كتجي تحت طربة في طوموبيل في كراسة العواول باش يتفرجوا مزيونة صراحة. هاي البياسة ديالها اللي كتجي كتشبها التليفون هي هذه، ديك ما كانتش عندها يمكن حيدو هذا. وها كيفاش كتجي مطوية، حسيت فيه لكن الثمن ما عرفتش شحال كتعمل، ما حطولهاش الثمن انا ما نعرف. بالنسبه لهذا هنايا بوطيه ديال الكريستال 30 الاورو، قلت لكم 30 الاورو، 3 ديال الاورو. هادو بولصه تقدروا تعملوا فيهم مكياج وبزاف ديال الخرطات كيصلحوا. هذه هنايا قطعه ديال الخضره، قدوا بها بطاطا، كلشي عندك كوتشيات مختلفين. هادو كوتشيات اولا كوتشيوس ولا مواس، ثلاثه كوتشي، ثلاثه ديال المواس وماريا سارتين لمقادي. وكاينه هاد العصاره ديال الليتشين حتى هي 20 الاورو، كيخرجو حتى هما مزيونين. وهادشي اللي ولات حتى هما اللي فنيونين كيجيو جوج، تقدروا تعملوا فيهم هادو اي حاجه في كوزينه، في الدوتشا، في يعني ماكياج، تقدروا تنظموا بهم اي حاجه. كاينين هاد مدورين، كاينين طوالين مدورين ها هما، وعاد فيهم اللوينات وديال القومه. هادو ماشي ديال القصب يعني كيدو يعني كي ما كيمشيوش دغيا. المهم هادو بالنسبه لهادو النيبيرا ها هما كيعملوا 2 اورو. ني وقيلا جوج بياسات، بياسه وحده غير هما مطويين وصافي. هذا كيلصقوا فيه فوتو. ني جابوا هاد القشر دابا سخانين اصلا ماشي واقفين دابا، 2 اورو حق هادو كيسخنوا. هادو ميديات، جابوا هاد الشاكيطة ولا هاد الخرسي 10 الأورو. بالنسبة لهادو كانوا السيمانة اللي فاتت كانوا هنايا، هادو معمرين بالزرع. وبالنسبة لهنايا عاملين تخفيضات في هاد المرايا ديال هادي ديال المكياج هما، واش كيعمل والثمن ديالو فين هو 17.99. وهادي ما نعرفش ناقصين فيها، حتى هي كتلصق ديال دوتشا. المهم هادشي كامل اللي كيجيبوا الحاجه راه كيحطوا عليها الثمن، بحال هادي 10 الاور. كامل كينقصوا منه وبي 14 الاورو. هادو فنيونين فنيونين، كتجي هادي ديال اللوح وهاد الطبيصلات معاها كيحمقوا 15 الاورو نقول. وهادو كاملين ديال السيمانه اللي فاتت هما كيحطوا كينقصوهم. انت هادي ردوها ب 5 الاورو، هادو ب 10، هادو كاملين بدنا الدوتشا كيجيو واعرين. هادي عاملين المجله اللي كتكون فيها المجله. هادي ديال اتاي كيحطوا فيها اتاي. او هادشي اللي كاين هنايا مخايد، حتى المخدات ديالهم مزيونين، الماركه ديالهم مزيونه 10 ديال الاور. وهنايا اللي قلت لكم كيخفضوا في الحاجه، بحال هادو اللي كانوا عجبوني ديك المره ها هما. وكراتشي ندي واحد جوج منهم، انا ما نعملهمش صراحه في الدوتشا، بحال غتعملهم في الباب ديال الدوتشا مزيانين. كنظن واقيلا ماشي هما هادو ديال الدوتشا، مبقتش عاقل عليهم ديال الدوتشا، كانوا التوب ديالهم في شي شكل هادوك تسالو ما بقاوش. وما هادو ديال الدوتشا هما هادو، وهادو كيلصقوا ولكن صراحه فنيونين ها هما. بقات واقيلا غير هادي صافي.
ودي اللي بقات الثوب ديالهم غزال. هادو حتى هما بنات نقصوا منهم، ما عرفتش واش كانوا هاد الثمن ولا كنظن وقيلا حتى هما نقصوا منهم. سبعة ديال الاور ها هما فين هما غزالين. وحده ضد الطحين، وحده مثلا عدا الصفايد صافيو بها قهوه، وحده تستعملوها عدا الكاكاو ولا شي حاجه واعرين. هادو عندهم 13 ديال الاورو كيجيو مع بعضهم. اغلبيه الناس كيستناو حتى كدوز ديك البياسه ملي حتى كيجيبوهم عاد كيجيو يشوف. هادو ديك اللي جابوهم ديك النهار حتى ما نقصوا منهم كويسات، وهادي ديال اللح في النيل. مهم راه حتى هادو نقصوا منهم هاد البريردات. هادو غير اش غنقول لكم، غير ديكور. انا وقيلا بحال والو ندي واحد منهم، علاش عجبوني حيتاش تقالين. شوف تقالين بزاف بزاف، ما عرفتش شو شحال واعرين واعر بصح. حويز اتاي يجي فيه واعر. عندي وقيلة واحد من هذا انا عجبوني. عجبوني المهم خصني حتى نستخدم يدي. عجبني هذا اللون، هذا اللي عجبني حقو. وهذا صراحه خنيوني باقي لهم شي من باقي غير كحال، وباقي واحد من هذا صراحة واعرين واعرين. ردوهم ب 13 ديال الاورو، ما عرفتش شحال كانوا قبل، كنبقى نساو صافي. هادشي اللي كاين هنايا البنات، المهم وريتكم كلشي اللي كاين هنايا. انا نشد هادوك البرارد هنا البنات. جبرتوني وصلت نهاية الفيديو، وريتكم داكشي اللي كاين والجديد. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش بالدعاء ديالكم. السلام عليكم.